بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. بعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. ما أنت برنامج كنا ودارين يا هدي الله سبحانه وتعالى أقبله. طبعا قضب وكار استهكر أيه أما نجو استهكر أيه قول إن نقارن ونقول هاي بين آدم خو هور ديا إنه قول قارو وسكور ديا إنه قول درك راو قول شو واحد قف قصة فرحة جليه قول دردنا واحد قصة قف كحويه هي فرحة دي سكة قاعدة أوسك بوك اللي بعتوين إكو عبورك هذا بدأ وده ما نتوعن كهله دهنا طبعا غضب وكار استهكر أيه إنه تقول قارو قضب كأن كوباد مهم كوا أما حبرقان كوباد إن نقول استهكر أيه إنه نقول قارو وهميش نسعنا إن يريدن إن نرمودو وهو الله إذا هذا عرض دارك إن عرض دار مرة بكو حديد شقوين كان قبين يسيد واحد دون سيد سعوتين ومرة بقال كدر تيد عرض دار أتكبل وديد وتعديد هاوشا وانقار لها دي عن السلاعي ساسو العين هاوشا سوداني وانقار لها لكن سي حرد نوع عين نوع عسا جرتا ومرة بقو عرض دار أمبورنين at mesh la timaadid markasto naftaada cudur daar at sheegtid waa wax markasto aanad guushaad u socotay aanad gaari kareen markasto cudur daar kaadu soo tiirisid oo taa waxay waxa sa jiray waxay waxa sa jiray waxay si waxa sa jiray oo cudur daar aad la timaadid waa markasto aanad gool shaadi at kasi fogaanays daawada markaa waxa qurux badan markasto cudur daara oo aad ku bilaabaysaa kalimaadka loo isticmaalo laakiin sidaasba hadii kale هي كلمات كنوع عصو كراء وحي كيني كريان إن عذر دارك سيا عذر دارك نحوكا فوقين إياه إن تقولش هذا قاد قلوب كين اللباد مهم كوا أما حبرغن كاللباد كيني يقول للرضا إكاور استيقه يقولش هذا نوحوهي إن تشقوي بدن وذقبت تدك إنو إن تستهديد ددال وميلا بدن قاد ودبنا الهولب بدن ونوش هذا يوايها يهيك سيقاك يهملوين كاكا آد مرود بلودي أود إنه يحددن تهاي، time كأنه نوع الناس أنا هو حددني، سيدا درادة وقت كأنه سنة أنا هو حددني، سيدا درادة هذا واحد بضم وعفر يشان عملي قطب أنا رش هذا عاد مرسو كينتيد دون تين إنا عفرت أنا شن طبعا كمل عليه تاسوي كينسا إنا جاري ويدين مشت سعوتين إنا وشوتوي كا كلا فرنان إن هذا في ذي كا كلا بهان ده نو خصو نحكي لو خيال خلا هذا أما حبناك المستيكس أكو صالح كلام تحسنو أي عقبات كنا غطي إن تقولش هذه إيجار كروي مركزها واتشقوي بدن قبتيد أو كل دول واتسلاه كوجار قول ومركز صوت كسي فوقان يسيد إيجوش هذا صابت أو حفرة بدني وهكالو من يوم ضدي أت سعتين وهكام بني عندي ردي أتصار لهذا حجار كا فمركز صوت حقروح بدن هل كذوح بدن قبان لهيد إذا ضرت ميت قبتين كامر كات جديد مثل بعض قبائل مثل بعض قبائل هذا هو إيه جيس أوكل مهم سنين هي الصلاة أوكل دك دك بدنه أنا مرة بإيه جيا أنا محب مرس كولا قادم لكن أوامر واحد دون سنة جديد أما واحد دون سنة حلسي أدخل قادم ومرة مد دوج مهم سن يس أوكل مهم سنين هنا أوكل حلسي مركز طوال وحب الله بدن قبنا يسيد ومركز طوال سينو شعرنا كيف وقعنا يسيد إن أتقعد ماشي أدوني سي أما ماشي أب إن أسعوتي مركز داود وحق روح بدن وحب بدن أتمر وضقبتها وحق روح بدن هل شيء أتمر قبتها خاص روح لغايب إن أتقعد إن هدف كي هيكسي أدلحي أما أتقعد قلوب كان السادحات المهم كوا أما كيف وقعنا إن أتقول قعد قوش هذا نكور استهكره وحويه إن عد كستو كوت معبا وح كستو درك تلقت هذا وح وقبان كريا شق هذا وقبان كريا وح وصل إن كريا وحول بات معدن واست هذا وحول بهات هذا هدل يقول وح عمل قبان كريا صها كان ما يمس بين صها كان ما يمس بين صها وادمر بس ما عدي شرف كره هذا سيد إن استهدي وحول بين آدم كعجب هلان إن هذا ها وح كستو هات هذا waa ka fogaaynaysa guushaadi waa ka hor istaagaysa guushaadi waa ku horseedaysa guul darro weyn oo aanad naftaada ku hayn Soomaalidu waxay tiraahdaa ciisaba daryeelay ayaa tu kala ku tara marka aad ku fowlantahay
ikufogan tahay arrimo kale oo aad ku waageyna aad beel daraysay taas waxa keenaysa in aanad taadiiba gaarin mid kalena aanad dhahay gaarka lama diidana inaad bulshada u shaqaysid oo dee wax badan la qabatid bulshooyinka laakiin waxa la diidan yahay inaad wax walba lagu sheego wax walba aad aragtid aad ka jawaab celisid waxa ugu muhiimsan daawade inaad taadi waxa uu qaban karaa haddaad qaban karisidna dee waqti weysa inaad qabatid haddaanad waqti u hayn awoodna aanad u lahayn inaad taadin may anigu haa ma qaban karo kelmadda maya oo la isticmaalaa waa kelmadda ugu muhiimsan ee loo isticmaali karo maaraynta iyo maamunta waqti waqtiguna oo waad ka faa'iidaysataa waxa guul kuu keenaya waqtigood iska dayacdaana waa waxa guul darro kuu keenaya marka daawada mar walba inkuda dadaalo inaanu isticmaalo wax badan oo aanan qaban karin inaanu isku qaadin oo nafteena aanan isku takleefin adoo samcad iyo sharaf mar walba raadinaya waxaadna kusoo ilaalin kartaa inaad taadin wixii aan qaban karin maya ma qaban karo ma awoodo waqti uma hayo wixii aan waajibaad iyo lagugu lahayn iyo mas-uuliyadna ka saarnayn laakiin wixii waajibaad iyo mas-uuliyad lagugu leedahay inaad waqtigeeda iyo xilligeedaad qoondaysid waa muhiim markaa wax walbaa iska odhan haa adoo sumcad iyo sharaf raadinaya qodobkeenna afraad ama habdhaqankeenna afraad ee guuldarro kuu keenaya guushana kaa fogeynaya waxa weeye waa dadku waa laba nooc qaar waxay ka fakaraan dhinaca wanaagsan dhinac wanaagsan bay wax ka eegaan kuwaasoo kuwa muhiimka kuwa guulka u keeni karaya dadka qaarna waa dadka dhinaca xun wax ka fakara ama negative people leedo ee ka fakaraya dhinaca taban haleya dadku iskuwada nooc maaha hadafkaaga higsigaagaad u socotid markaad uga warrinto hawshay hawshaasaan doonaya inaan gaaro inuu dadku iska xaasid ba yahay aana ogolayn jeclayn inaad hadafka higsiga gaadhid marka ay ku yidhaahdaan ma gaadhi kartid halkaa lama heli karo looma baahna muhiimkuuma ah talooyinka noocaasa dadka ku siin karaa waxa weeye waa dad adigana aan raalli ka ahayn naajiraan iyo dabiiciyanna dhaqanka ama habdhaqanka dhinaca xun wax ka fakaraya leh marka mar kastoo aad ku xidhan tahay dadka dhinaca wax ka fakara ee dhinaca wanaagsana wax ka eegini waa mar kastoo ay kaa fogeynayaan guushaadii oy keenayaan guul darro inaad gaadhid iska ilaali dadka inta badan ku fakaraya ama ka fakara dhinaca ka eegan waxa weeye salbiga ama negatifka la yidhaahdo ama taban mar kastoo dadkaa ku xidhan tahay oo mar kastoo ay aanay niyaddeeda jabinayaan oo mar kastoo isku buuq keenayaan waa mar kastood kasii fogaanaysid ama kasii durkaysid inaad gaadhid hadafkaagii waxay kor u haynayaan inaad guushaadi gaadhid iyo hadafkaad loogu talagalay ujeeddo kastoo ay kala yihiin bay habdhaqanada kale ee qodobkeena shanaada ee keenaya inaanu gaari weyno meeshaanu socodnay oo higsigeenni sortaagi kara waa waxaa loo yaqaano baraha bulshada ama af ingiriis waxa lagu yidhaahdo social media social mediahu dhib weyn bay ku yihiin maanta caalamka inaan joogno maadaamaan caalamka technologyga joogno waxa weeye iyo caalamka internetku meel walba laga isticmaalayo ee mobiladan iyo waxyaalahan smartphoneka isticmaalayno dadkeena 99% waxaan waqti badan ku bixinay 97% waqti aan ku bixinaa waxa weeye social media ama baraha bulshada baraha bulshada isticmaalkeedu kugu bato waqti badan ku bixaysaa waxay keenayaan higsi muhiimku ahaa ood waqtigan uga faa'iidan lahayn inaad gaadhi lahayd deedna waxay ka hor istaagayaan guushaadii iyo horumarkii aad gaadhi lahayd daawada markaa waxaa qurux badan ma rabo inaynu xadidno oo waqti u samayno haddaanaanu yarayno baraha bulshada inaynu isticmaalno intaynu ka isticmaalana waa inaanu isticmaalno dhinaca wanaagsan oo mar walba wax kaga faa'iidaysano wax akhris ka helo wacyigelin wanaagsan ka helo diiniyan u isticmaalo innakuna wanaagu un kusoo fidayno iyo wanaagu kaga shaqayno sababtoo ah waxaanu nahay dee bulsho muhiim u ah inaynu isku wacyigelino wanaagga xumaantana inaynu iska reebno waana sababta inu kaga muhiimsan nahay ilaahay nagu doortay inu wili khayr kuntum khayra ummatin khuruja linnaas taamuruuna bilmacruuf wannahyi cani lmunkar inaynu wanaagga mar walba isaga faa'iidayno oo mar kastoo aad baraha bulshada ku jirtay inaad dhinaca wanaagsan iyo wanaag aad bulshada usoo gudbisid wixii xunna aanadan usoo gudbin ayaa mar walba qurux badan waad xadidid isticmaalka mar kastood xadidid isticmaalka baraha bulshada waa mar kastood waqtigaa ka faa'iidaysan kartid waa mar kastood guul gaari kartid mar kastood xadidi kari weydid isticmaalka baraha bulshada waqti badan ku bixisid waa mar kastood kasii fogaanaysid guushaadi ood ka socotid haadaanta guuldarrada qodobkeena lixaad baa wada ee muhiimka u ah ama keenaya inaynu gaari weyno meesha aynu soconnay ee guuldarro keenaya waa aaminaadda naftaada naftaada aaminsan tahay naftaadu inaan awood u lahayn inay bartaa gaari karto
نفتها ضوار تنفلي ذاتها نفتها ضوار تنا كلسوني كقابين إن هلك دتك جارين أمي هبل جاريها موقف كلا جاريها وأنا أود ولاهين تيجي كارين جاري كارين وأنا أذوق أهم سنة دان أذوق أنا أهم سنة ما جاري كريسي بتكستو كوشكتها أكرات تلسوك لهذا قلنا كتها هذانا وين أذوق مر كور أهمين تها إن هلكن أتاعن تاي بالكسر الرئيسة أتجاري كرتين مركان نفتها ضو بالعالم بقى لهين نقدري وين كرامي حيوانك نقدوي أغلب وين نسيج كرات بقى لهين نسيج سبحانه وتعالى وين شرفي قف قصدو بين آذني وريديسة حلا دون تبو رومان كرا لكن واقع حكت آمن هذا نفتيسة يفعل الله ولا يمغضو مركان تعوضه نفت إنه آمنه ونور من إنه هلك عيو مال كرابة إحسان كرينين وهي عدو كتها إن تجدد جوش هذه وهي كان سيقول ضره وهي كاور تجسها إن تمشي له وطلق عليه أتقاعدين. قلوب كانت تضباط نوكسودو برامج قبدي وحوية إن عدك لك وسكتين إن هلقا كارسيا إن عدك لك بارد تارتو ومهم بلشادو إن دي كيل شيد عاومو لكن مرة وبها داد بلشادة كوحو ناتو عدك لك كوهاقسو والله دي حندوريين هلقا قارا لكن وحيقا عد بان سوغيا عد إتاقارتا إذو حاق قبطا عد تستا وكما مرة وبها قروح بادن قف إلان عدك لك حرنان سوغو وصور قفشيا وقاركا مركز تار عدك لك سوكتين إن أمر كسيسو أما كتادو حاقبو ومركز تقاد قولو شهادي كفو غانيسيد قول درانا قادو سمعالي سيدو غانيسي مركا عدك لها كحنان عدك لها حباها كسوغين وحاوية إلا إنكو سوق الصورانو أو أين أورغن إنو أودو لين هاي قاري كرنو هكسان كرنو هميلادي إنه هكسيجينبا إنو قاري كرنو وعدك لها آنذو بحانين وذا شركة ذاتك كالوا مهم لكن مروال بوحا قروح بذين أذوقو سوار كتين إن أذوقو ككلية قوش هذا قاري كرأي مهم كوتهاي نفط هذا آية تهاي قفك كوبان أي مهم وتهاي إنو قفك هاسو إساقو كو قارو قدب كان نسيدي ذات يعني لاحظوا قدب كان نتضباط كان كرأي قول درادة إنه كفو قانو قوشي وآها إن عدك لكو حناتي أما عدك لآت وتيريسيد قوش هذي قدب كان نسيدي ذات وحاوية دبور ديكي دوحة لهذا دبور ديكي دا واتي هذا هاو شخص انقبانا لو انقبانا يبري سادن بي قوكدن بي تشيلال حقاها هاولها ودمر ربو دبور ديكي حبات قندايسة قرشايسة تاي هذا لما ربو دبور ديكي باتما ينسا مرو بأرين مهيمة ووقتي قدني تاقاي هاي ومرشنيسة ومهيمة إنا تقبتت قادلنا اياد دبور ديكي ناسا كماركس تو دبور ديكي دبور ريحرين وقت dib u qaadatid oo markaas aad ka sii fogaareysid ee guushi oo ku soconaysid wax leeyahay guldarada qodobkeena sagaalada daawada waxa weeye wax leeyahay wax qad qabaneysid inaad u aragtid wax weyn yahay ama aad aragtid wax yar yahay oo waqti badan ku mashquulisid maskaxdaada ku mashquulisid wax yar baan qabanaya waxaas xub macna sameynaya sheegana qabanaya in dunida inaan gaaro aad u aragtid wax yar oo simbala ama yar aad u aragtid taas waxa keenaysa أما أدو أرتد وحوين واتكو مشكول سيد حتى شيئا هل أتكو مشكول لهايد هل إنت يقاريد ده ويحاد سعود مركز طوعين كو مشكول له وحان إنتو الليقي هاي ومركز طوعين كسي فوقاني إنو إنو قوش قفكو إنان كو مشكول شيئا إنتو الليقي هاي لكن كو مشكوله فعلك شيئا لغو قاري كاريو هدو دون هنوين هادو هدو دون هوا هيار وحكستي أدونك هن إنت بلا قدوب كانوا قدام بيجي نكسر كوبيد هنا ما أنت برامج كأنن وحويه قف بين عادن كأنه نفتيسة بربر لقوا بشدة انتقل بربر لقى أتكسم عيسى هل كان تاجنا هاي وأدرت قف خاص الرأي قف خاص هي مركب مرة بعد بشدة كله أت بربر لقى تيد واتكم باريس أتكسم عيسى نلاش هذا لأن نتاس وكانسها قلت لولو يمضان يميل بضن وانا جارين وأكتوس أصدق كله ميل بضن جارين لأن عقدت iyo xiyaana kale ayaa kugu bilaabmi kara habaha barbardhiga naftada ha barbardhay nol dadka kale ee adigu hor u soo hor u gaad qofku mar buu waxa muhiim ah inuu qof ka sarreeyo inaanu eegin ee laakiin uu eego qofka koos halka qofku ku sii taagan yahay maanta adoo caafimaad baadasta qofna caafimaad maasto adoo amni baadasta halay dad badan inaan amni haysa halka marka taagan tahay waxa keenaysa inaad jocootin laakiin dadka koray aragtid oo ad maro bannolo shaada ku qiimeysid
qofka ka horeeya halaga ba inaan wax badan nolosha wax badan istaagaan marka mar walba iska ilaali barbardhigida bulshada haddaad is barbardhigi is qolada ka hoos eeg kuwa caafimaadka qabin eeg kuwa xanuunsanaya eeg kuwa fursadan aan helin eeg dowladna waynaad horu socotid waynaad horu socotid maanta barnaamijkeenni anigu axmed ibraahim yuusuf inii soo jeedinayay axmed najaad intaasaynu kusoo koobaynaa mar walba waxay noo muhiima inaan horu socono oo aanaynu dib u socon wax kastoo guuldarra inoo keenayana aynu ka fogaano wax kastoo guul inoo keenayana aynu ku dhiiranno intaan barnaamijkan barnaamij lamid aan ku kulmi doonno insha allahu tacala waxaan kaga tegaynaa assalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatuh.